ملف الفصائل المسلحة المتنفذة في الحشد الشعبي والتي يبدو أنها تعمل بمعزل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد يخرج من دائرة المسكوت عنه قريبا في الموصل. فبعد عام كامل على تحريرها باتت هذه الفصائل تهدد استقرار المدينة، حيث كشف مصدر أمني رفيع للحرة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور أوامر عليا بإغلاق كافة مقرات ومكاتب فصائل الحشد الشعبي داخل الموصل باستثناء مقرات كتائب سيد الشهداء الموالية لطهران. تؤكد مصادر رسمية في الموصل أن عناصر كثيرة من هذه الفصائل المسلحة تقوم بافتعال مشاكل وأحداث خروقات أمنية، كما أنها تمارس عمليات سلب وجمع إتاوات وتجاوز على أموال الدولة والمواطنين على حد سواء. هذا الموضوع بصراحة مثير ومخيف، حتى ترددت أحكي به. هاي الجهات المسلحة اليوم وهاي الفصائل المنفلتة بدل فرض الأمن أصبحت خطر على الأمن. يعني الأتاوات اللي عاد تنفرض على أصحاب المشاريع الاستثمارية والسياحية بالغابات. وتأتي هذه التطورات عقب مقتل شرطي تابع لنجدة شرطة محافظة نينوى من الشبك أثناء أداء واجبه الأمني في نقطة تفتيش بمنطقة الغابات شرقي الموصل، والتي تسيطر عليها بالمطلق ميليشيا عصائب أهل الحق، بعد حدوث مواجهة مسلحة بين عناصرها وبين الشرطة. وفي الوقت الذي لم تصدر القيادات الأمنية والإدارية والحزبية والسياسية في نينوى عن أي بيان أو تعليق بشأن الحادث، فإن مصادر أمنية مطلعة على ما جرى أكدت أن القاتل تم نقله بسرعة إلى بغداد في سيارة سوداء من أجل أن لا يتعرض للحساب. الشرطي هذا البريء اللي قتلوه العصائب، يعني ماكو جهة رسمية قدرت تطلع تحكي تقول أو تصرح ببيان رسمي يقولون شنو ذنبه هذا أو شنو ملابسات الحادثة. إذا الجهات الرسمية ما عاد تقدر تخلي لهم حد، فكيف المواطنين أو المدنيين؟ خطر كبير يهدد مو بس المدينة، يهدد بغداد، يهدد العراق، وحتى رئيس الوزراء يعرف بالموضوع، لكن ما يقدرون يخلون حد، وراح تؤول الأمور إلى أزمات أكبر. وردا على ما يجري في الموصل، أكد مصدر أمني حكومي للحرة بأن هناك نية لإعادة هيكلة القوات الأمنية التي تسيطر على الموصل، وتتلخص برفع يد الفصائل المسلحة عن الأمن فيها والاعتماد على القوات الأمنية النظامية لمسك الأرض تفاديا لتدخل الصلاحيات وإعادة هيبة الدولة بعد تحريرها من داعش.